بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في ثالث درس من الوحدة الخامسة اللي هو بعنوان القوى والنظرية الحركية الجزيئية البسيطة للمادة. إن شاء الله بنتكلم اليوم عن القوى وغيرها التي تربط بين الجزيئات. رأينا حتى الآن كيف نجحت النظرية الحركية الجزيئية البسيطة للمادة تشرح بعض الملاحظات اللي تتباين فيها المواد الصلبة والسائلة والغازية. يعني إيش هي الأشياء اللي تختلف فيها المواد الصلبة والسائلة والغازية؟ فإن شاء الله اليوم حنتكلم عن قوة بين الجسيمات التي تشكل المادة. يعني المادة الغازية والصلبة والسائلة تكون جزيئات أو جسيمات، فنشوف هذه القوة التي تربط بين كل جسيم في المادة الواحدة. مثلا عندكم الصلبة. زين، لماذا تتقارب الجسيمات التي تشكل مادة صلبة أو السائلة؟ يعني مادة صلبة نفس ما قلنا قبل تتقارب الجزيئات، خاصة الصلبة تكون متلاصقة فيما بينها. عذرا، طبعا نفس ما قلنا أن الجزيئات أو جسيمات المادة الصلبة تكون متقاربة فيما بينها. زين، إيش يربطها؟ طبعا تربطها قوة، لابد أن تكون بينها إيش؟ قوة تجاذب. اسم هذه القوة اسمها قوة تجاذب. إيش اسمها؟ قوة تجاذب. يعني لازم مهم تعرفوا أنها هي تسمى قوة تجاذب، اللي هي تربط بين جسيمات المادة الواحدة. إنزين، فمن دون هذه القوة طبعا تربط جسيمات تشكل مادة، كنا سنعيش في عالم خالي من مواد صلبة والسائلة بس المواد الغازية. بنشوف ليش، لأن المواد الغازية طبعا ما عندها قوة ترابط، فتكون الجزيئات حرة طليقة في الحجم. زين، هناك طريقة أخرى للإشارة إلى هذه القوة بالقول أن هناك روابط بين الجسيمات، فكل جسيم في المادة الصلبة مرتبط ارتباط شديد بالجسيمات المجاورة له، ويعد ذلك أن القوة بين الجسيمات تكون أقوى عندما تكون هذه الجسيمات متراصة ومتقاربة. يعني مثلا عندكم، طبعا عندكم اللي هي نشوف صفحة جديدة. زين، فنحن قلنا مثلا هذا إناء في مادة سائلة، تكون كيف تشكل الجزيئات؟ تكون شوية متباعدة. زين، والمادة الصلبة تكون متقاربة جدا ومتراصة. طبعا في قوة التجاذب، كيف تعرفي أن أي واحد عنده قوة تجاذب أكثر؟ طبعا هنا المادة الغازية. وين قوة التجاذب اللي هي أعلى؟ طبعا نحن من الشكل المقابل اللي نشوفه نشوف أن قوة التجاذب هو الصلبة هي أكثر شيء. نشوف أن الصلبة هي أكثر شيء، يعني هي أكبر قوة تجاذب اللي هي إيش؟ هذه المادة الصلبة وهذه الغازية وهذه السائلة. أكبر قوة تجاذب هي إيش؟ المادة الصلبة هي أكبر قوة تجاذب طبعا، فهذه أكبر قوة تجاذب اللي هي المادة الصلبة. كيف عرفنا؟ إنزين، طبعا الغازية هي أقل قوة تجاذب. كيف عرفنا؟ طبعا عرفنا على حسب حسب تقارب الجسيمات من بعضها البعض. يعني كل ما كان الجسيم متقارب أكثر، جسيمات المادة متقاربة أكثر، تكون هي أكبر قوة تجاذب. كلما قل زادت المسافات تكون أقل قوة تجاذب، وهذه أكثر مسافات اللي تفصل بين الجسيمات اللي هي المادة الغازية، طبعا تكون أقل قوة التجاذب. تمام؟ إنزين، بعدين نكمل. ويعود ذلك أن القوة بين الجسيمات تكون أقوى لما تكون جسيمات متراصة متقاربة، نفس ما قلنا أن إحنا اللي هي المادة الصلبة. وبما أن الجسيمات في المادة السائلة تكون متباعدة قليلا، فتكون أضعف من المادة الصلبة، تكون قوة التجاذب بين المادة السائلة نفس ما قلنا إحنا من ساعة، تكون المادة السائلة
القوة التجاذب بينها أضعف من المادة الصلبة، ولكن الغازية تكون أضعف شيء من المادة الصلبة والسائلة. فكلما كانت المسافة أكبر بين الجسيمات كانت أقل قوى التجاذب. وبمقابل تكون جسيمات في المادة الغازية متباعدة فتتحرك بحرية. إيش يعني حرية؟ يعني ما في هناك قوة تربطها عشان يعني تمنعها من الحركة بحرية. النظرية الحركية وتغيرات المادة. إذن نكمل. إيش تقول؟ رأينا أن المادة أثناء عملية انصهارها أو غليانها ما يتغير درجة حرارتها. يعني مثلا إذا انصهرت المادة ما تتغير درجة حرارتها، أما إذا غليناها ما تتغير درجة حرارتها. فعندما تسخن مادة صلبة تنتقل الطاقة الحرارية إلى جسيماتها. إنزين، يعني هذه جسيمات المادة الصلبة، لما تسخنها تنتقل من هذه الجسيم إلى هذه الجسيم إلى هذا الجسيم إلى هذا الجسيم إلى أن تسخن المادة الصلبة كاملا. تبدأ بالاهتزاز بقوة أكبر، وفي النهاية تهتز الجسيمات بقوة تكفي تفكيك بعض الروابط. وعند درجة الانصهار هذه لا تسبب الطاقة الحركية المنتقلة بواسطة التسخين بأي تغيير في درجة الحرارة. يعني عندكم المادة الصلبة، هذه هي المادة الصلبة. إذا جينا نصهر المادة الصلبة، نوضح عندكم هذه المادة الصلبة. طبعا هذه كانت القوى قوية. إنزين، سوينا تحتها إيش؟ طاقة حرارية أو نار نفس ما نقول. إنزين، طبعا هنا الجسيمات هذه تهتز. أول شيء تبدأ مثلا بهذا الجسيم، أو تبدأ بهذا الجسيم اللي في الأسفل. إنزين، يهتز هذا الجسيم، يهتز وينتقل الاهتزاز. يهتز هذا الجسيم مثلا دي تحركتي وكان في أحد متراس جنبش فتحركت. إنزين، فطبعا هذا اللي جنبك أيضا يتحرك في نفس الحالة. الجسيم اللي يتحرك هذا نفسه يتحرك هذا، بعدين يتحرك هذا، بعدين يتحرك هذا إلين ما يهتز كامل. طبعا داخل الحرارية تسبب اهتزاز، فلما يهتز تزيد درجة الحرارة، فيهتز يهتز يهتز إلين ما تثبت درجة الحرارة ثابتة مثلا 100 سيليزية غليان. إنزين، ولكن إيش يصير لها بعدين؟ ما غليان يعني عشان تنصهر، فتكون درجة حرارتها ثابتة لين ما تسخن كامل تثبت درجة حرارتها. بعدين بسبب الاهتزاز، مثلا هذه جسيم وهذا جسيم، بسبب الاهتزاز تصير المسافة بين الجسيمين أكبر، فتتحول إلى المادة السائلة. ليش؟ لأن تصير المسافة بين الجسيمات إيش فيها؟ تكون المسافة بين الجسيمات أكبر، تكون هكذا بعد الانصهار. طبعا هذه إيش؟ هذه مادة سائلة، تمام؟ فبسبب اهتزاز الجزيئات زادت المسافات بينها وانصهرت المادة الصلبة بسبب إيش؟ الاهتزاز، ولكن الحرارة لم تتغير. وفي النهاية تهتز الجسيمات بقوة تكفي تفكيك بعض الروابط. وعند درجة الانصهار هذه لا تسبب الطاقة الحرارية المنتقلة بواسطة التسخين بأي تغيير في درجة الحرارة، يعني تثبت درجة الحرارة وما تتغير. إنزين، لأن كل الطاقة الحرارية تستهلك تحريك الجسيمات وإبعاد بعضها عن بعض مسافة قليلة حتى تصبح حرة لتحرك، وبهذا الشكل المادة وبهذا تتشكل المادة السائلة. مثل ما قلنا إن المادة الصلبة تستعمل هذه الطاقة الحرارية تستعمل عشان تهتز الجسيمات، فما يعني ما يعطيها طاقة حرارية. يعني هذه المادة الصلبة تستعمل هذه الحرارة الطاقة الحرارية في إيش؟ عشان تحرك تستهلكها. يعني كأنك عندك طاقة، مثلا أكلت تمر، عطاك تمر طاقة صح لك أنت استهلكتها، فلما تستهلك هذه الطاقة كأنك أنت أصلا ما تغير في جسمك شيء. إنزين، فنفس الشيء يعني هذه الطاقة الحرارية استهلكتها الجسيمات عشان تهتز في بعضها البعض إلي ما تتغلب على قوة التجاذب. يعني قوة التجاذب كيف نتغلب عليها؟ عن طريق اهتزاز الجزيئات إلين ما يتباعد عن بينهن عن بعضهن البعض. فنقول مثلا نقول ملاحظة، كلما زادت درجة أو نقول الطاقة
الطاقة الحرارية زاد ايش؟ ايش زاد عندنا؟ زادت الاهتزازات. لما تزيد الاهتزازات انزين ايش يصير؟ تقل قوى التجاذب بين الجسيمات. تقل قوة التجاذب بين الجسيمات، يعني أول شيء تزيد الطاقة الحرارية. من وين تزيد الطاقة الحرارية؟ طبعاً تزيد الطاقة الحرارية، طبعاً تزيد الطاقة الحرارية، أول شيء تزيد الطاقة الحرارية من وين؟ من النار. بعدين تزيد اهتزازات جسيمات مادة صلبة. بعدين لما تهتز تقل قوة التجاذب بين الجسيمات، وإن شاء الله يكون مفهوم. إنزين، فنفس ما قلنا بعدين تصير مادة السائلة بسبب لأن الطاقة الحرارية والاهتزازات قضت على قوة التجاذب فصارت عندنا مادة سائلة. غير أن تسخين مادة أكثر فأكثر يؤدي في النهاية لأن تكتسب الجسيمات طاقة كافية عشان تتغلب بين قول جميع قوة التجاذب. يعني المادة السائلة بعد في قوة التجاذب، نفس ما قلنا أن التجاذب في قوة التجاذب تكون ضعيفة، ما نفس الصلبة تكون قوية فتتغلب عليها. فبعدين هذه القوة التجاذب اللي ضربت شوية شوية يعني بين مادة سائلة خلتها مادة سائلة، تروح كل هذه الطاقة قوة التجاذب تروح كلها. فلما تصير عند درجة الغليان تستخدم كل الطاقة الحرارية المنتقلة بواسطة التسخين عشان تتغلب كليا على القوة بين الجسيمات. يعني الطاقة أول شيء المادة الصلبة تنصهر تصير مادة سائلة. كيف تغلبت؟ يعني الطاقة الحرارية تغلبت على قوة التجاذب اللي تربط بينها فصارت سائلة، أخذ الطاقة الحرارية. بعدين الطاقة لدرجة الانصهار، فأخذت الطاقة الحرارية، أخذت الطاقة الحرارية عشان تصير درجة عند درجة الانصهار تنصهر المادة السائلة. بعدين درجة الغليان تزيد درجة الحرارة عند درجة الغليان، تستهلك هذه الدرجة الغليان أو الطاقة الحرارية عشان تصير مادة غازية تتغلب على كل الطاقة الحرارية. إنزين، وعند درجة حرارة غليان تستخدم كل الطاقة الحرارية المنتقلة بواسطة التسخين عشان تتغلب كليا على الجسيمات الطاقة اللي تربط بين الجسيمات. عند دهان تتمكن بعض الجسيمات من مغادرة المادة السائلة عشان تصبح إيش؟ غازية. ولكن درجة حرارة السائل لا تتغير، ما يعني إن درجة حرارة السائل لما غلى وصل إلى درجة الغليان لسه غلي صح؟ لما وصل لدرجة الغليان تبخر. لما يتبخر ما نقول إنه هذه البخار الماء أكبر درجة حرارة عن هذه المادة السائلة، لا، درجة حرارة ما تتغير. ولكن في بعض في بعض الجسيمات تغلبت على قوة التجاذب فإيش صار لها؟ تصاعدت وتبخرت لأنها إيش؟ تغلبت على قوة الجسيمات، قوة الترابط بين الجسيمات. لا تتلاصق الجسيمات في الحالة الغازية لأنها تكون متباعدة جدا. فإذا بردت المادة الغازية تبطأ حركة جسيماتها، وبما أنها تتصادم سوف يتاح لها أكبر عشان تتلاصق. ومع الاستمرار في تبريد المادة الغازية فإن جميع الجسيمات في نهاية المطاف تتلاصق لتشكل مادة سائلة. يعني نقدر نحول لحظات نقدر نحول المادة الصلبة إلى مادة سائلة، ومن المادة السائلة نقدر نحولها إلى مادة غازية. ومن نفس الوضع المادة الصلبة تصير سائلة وبعدين تصير غازية. ومن نفس الوضع المادة الغازية نقدر نخليها مادة سائلة، والمادة السائلة نقدر نخليها مادة صلبة. كيف؟ نفس ما قلت لكم ان المواد الغازية او المادة الصلبة وصلت درجة الانصهار فانصهرت الى مادة سائلة تغلبت على قوة التجاذب. بعدين لما غليناها وصلت الى هنا درجة انصهار فانصهرت. هنا ايش؟ هنا درجة انصهار
فلما انصهرت وصلت إلى درجة انصهرت صارت مادة سائلة. بعدين لما زدنا درجة حرارة صار عندنا درجة الغليان. فلما صار درجة الغليان تغلبت على قوة التجاذب إلين ما أصبحت مادة غازية. من نفس الوضع لما جبنا مادة غازية وخفضنا درجة حرارة، يعني المادة السائلة زدنا درجة حرارة تصير غازية، إذا بردنا المادة الغازية إذا زدنا درجة حرارة تهتز الجسيمات واجد وتتغلب على قوة التجاذب، لكن إذا خفضنا درجة حرارة تقترب الجسيمات، يعني تقل الاهتزازات. لما تقل الاهتزازات تقترب الجسيمات من بعضها البعض فتتلاصق فتتكون عندنا إيش؟ مادة سائلة. فكيف حولنا المادة الغازية لسائلة؟ عن طريق التبريد. إنزين المادة السائلة إذا بردناها أكثر ليه ما تتجمد؟ تصير عندنا إيش؟ مادة الصلبة. شوف كيف؟ يعني من هذا الاتجاه، هذا الاتجاه هنا الدرجة حرارة اللي هي T نزيدها، هنا T نزيدها، T اللي هي درجة الحرارة. زين فهنا زدناها عشان المادة الصلبة زدنا درجة حرارة صارت مادة سائلة، مادة سائلة زدنا درجة حرارة صارت مادة غازية. انزين هنا درجة الحرارة نخفضها، وهنا درجة الحرارة أيضا نخفضها. كيف يعني؟ يعني إذا خفضنا المادة الغازية درجة حرارتها تصير مادة سائلة، وإذا خفضنا المادة سائلة درجة حرارتها تصير مادة صلبة. شفتوا كيف شفتوا كيف يعني النظام؟ إنزين نكمل. وفي الاستمرار في تبريد المادة الغازية تصير إيش؟ عندنا مادة سائلة. تذكر أن الجسيمات في المادة الغازية تشكل حجما صغيرا فقط والباقي فراغ، يعني الجسيمات في المادة الغازية تكون متباعدة فيكون الحجم إيش فيه؟ الحجم صغير. إنزين والباقي قلنا متباعدة فيكون حجم صغير، ولكن إيش هنا الباقي؟ الباقي إيش فيه؟ فراغ. إيش هو الباقي؟ الباقي فراغ. فنقول مادة الغازية تشكل حجم صغير لكن الباقي إيش فيه؟ فراغ. عندكم سؤال إيش يقول؟ لا خلصنا هذا السؤال للدرس الماضي، نكمل. عندكم هذا الشكل كيف تحول المادة الغازية إلى المادة السائلة. أول شيء تبدأ المادة الغازية لما نبردها، طبعا هنا بردناها في أول صورة، في أول صورة بردناها فانخفضت درجة حرارة المادة الغازية، فبدأت المادة الغازية بالتكثف. إيش يعني بالتكثف؟ يعني شوي شوي كيف كأنها تتجمع، يعني الاهتزازات شوي تتخفت. بعدين بدأت تتحرك الجسيمات ببطء أكبر وتبدأ بالتلاصق بسبب تزايد قوة التجاذب بينها. يعني لما خفت الاهتزازات، لما خفت الاهتزازات تتحرك الجسيمات ببطء شديد، وبعدين تبدأ بالتلاصق. ليش تبدأت بالتلاصق؟ لأن ما في حركة زائدة، يعني ما في حرارة عشان تهتز الجسيمات فبردوها فتقل قوة التجاذب بعدين تلتصق. بعدين جيم باستمرار انخفاض طاقتها تتجمع في مجموعات أكبر وأكبر، يعني لما نخفض درجة حرارة بعدنا أكثر واستمرينا في انخفاض درجة حرارتها تنخفض طاقتها. يعني شوفي إذا أعطيناها طاقة حرارية كأننا نعطيها طاقة حركية تتحرك، إذا خفضنا الطاقة الحرارية اللي هي الحرارة، إذا خفضنا الحرارة كأننا خفضنا طاقتها وما تقدر تتحرك، تنخفض طاقة حركتها وبعد ذلك تتجمع وتقل. وتقل عندكم إيش؟ تقل اللي هي قوى التجاذب بسبب لما نزيد درجة حرارة تقلل قوة التجاذب، خفضنا درجة حرارة تزيد قوة التجاذب، وده الأخير تتشكل المادة السائلة اللي هي تتجمع مع بعضها البعض، تتجمع وتصير عندنا مادة سائلة. هذه سائلة صح؟ إنزين إذا استمرينا في خفض درجة حرارة تصير عندنا إيش؟ مادة صلبة لما تتجمد. عندكم التبخر والغليان، التبخر والغليان تتغير المواد من الحالة السائلة للحالة الغازية، من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عندما تنفصل جسيماتها على نطاق واسع عن بعضها البعض. يعني السائلة جسيمات شوية يعني متقاربة. متى تتحول إلى المادة الغازية؟ لما تنفصل جسيماتها عن بعضها البعض على نطاق واسع يعني بعيدة عن بعض. وسبق أن رأينا أن بإمكان الماء عند درجة حرارة أقل اللي هي أقل من 100 درجة سليزية إلى تتحول إلى الحالة الغازية. طبعا الماء، الماء اللي هو إيش؟ الماء مادة سائلة فيتحول إلى غازية
ويتبخر لما يكون أقل من 100 درجة سيلسية، فيقدر يتبخر. فالتبخر يحدث لما تتغلب الجسيمات المزودة بطاقة كافية على إيش؟ على قوة تجاذب بين الجسيمات الماء، وتغادر تكون مادة غازية في الهواء تعلو سطح الماء. يعني لما مثلا نقول لكم قصة إن المادة السائلة، مادة سائلة في قوة تجاذب بينهم، لما عطيناهم قوة اللي هي طاقة حرارية اكتسبت طاقة هذه الجسيمات. لما اكتسبت طاقة قالت أنا أقدر صراحة الحين أتخلص وأهرب من المادة السائلة وأهرب من الإناء، فيعني حصلت على كل جسيم حصل على طاقة قوية، على طاقة عالية. فلما اكتسب طاقة عالية قال أنا بهرب من سطح الماء، فانفصلت الجسيمات كل واحدة على حدة وانطلقت من سطح الماء، من سطح الإناء، لتتحول إلى إيش؟ لتتحول إلى مادة غازية. ولكن عند درجة حرارة منخفضة فنسبة صغيرة فقط من الجسيمات الماء تكون لديها طاقة كافية عشان تتغلب على قوة تجاذب المغادرة، لذلك يحدث التبخر ببطء لما تكون درجة حرارة يعني عادية. أو نقول إن الماء دافئ، منقول إنه ما في تبخر، الماء دافئ في تبخر يعني عادي، ما درجة حرارة عالية، فيكون يعني بعض الجسيمات كمية أقل من الجسيمات اللي تغادر السطح لأنها ما يكون عندها طاقة قوية. ولكن إذا كان درجة حرارة عالية عندها طاقة عالية تقدر تغادر وتصير طاقة حرارة، تصير إيش؟ غازية، مادة غازية. يمكن أن يحدث تبخر عند أي درجة حرارة، ولكن معدل التبخر سيزداد مع درجة حرارة حتى يتم الوصول إلى درجة الغليان. يعني إن هناك علاقة بين من علاقة بين معدل التبخر ومعدل التبخر ودرجة الحرارة. نرسم ايش الحين؟ نرسم رسم بياني. هنا نكتب درجة الحرارة، وهنا نكتب ايش؟ معدل التبخر، يعني كمية الجسيمات اللي تبخرت يعني صارت حالة غازية. ايش هي العلاقة؟ علاقة طردية. ايش هي العلاقة؟ علاقة ايش هي العلاقة؟ علاقة طردية. ايش يعني علاقة طردية؟ يعني اذا زادت درجة الحرارة، اذا زادت الحرارة يزيد معدل التبخر. كيف يعني؟ لما تزيد الحرارة تزيد الطاقة الحركية، لما زادت الطاقة الحركية يزيد معدل التبخر، يعني تتبخر المادة السائلة. انزين نكمل. عندما تسخن مادة سائلة تكتسب جسيماتها ايش؟ في طاقة. وعند درجة الغليان تكتسب بعض جسيماتها إلى طاقة كافية عشان تصير مادة غازية نفس ما قلنا قبل، وهذا هو السبب في أنك ترى فقاعات تشكل في الماء أثناء الغليان، حيث تتحول بعض الجسيمات الموجودة في الماء إلى المادة الغازية. بخار الماء هي التي تشكل الفقاعات، أما في حال التبخر سيمكن الجسيمات الموجودة فقط على سطح السائل أن تتحول إلى غاز، يعني التبخر غير عن الغليان. تتحول الجسيمات الموجودة في الماء إلى مادة غازية لما تكون يعني عند درجة الغليان تكون عندنا فقاعات، صح؟ فهذا تتحول المادة السائلة الغازية. كل المادة يعني كل المادة السائلة اللي موجودة هنا جالسة تتحول إلى الحالة الغازية، تتحول تتحرر. كل ما تكتسب طاقة حركية واجد وطاقة حرارية واجد تتحرر. ولكن التبخر إيش يعني التبخر؟ يعني التبخر اللي على سطح الماء هي اللي تتبخر فقط. مثلا تبخر هذا السطر ينتقل إلى هذا السطر، تبخر هذا السطر خلاص ينتقل حسطر اللي بعده. يعني فقط التبخر يكون على السطح، أما الغليان الماء يكون كامل المادة تغلي وتصير مادة سائلة. وبالتالي يحدث الغليان في جميع أنحاء السائل، بينما يحدث التبخر فقط على السطح. نفس ما قلت لكم إن الغليان كل أنحاء السائل، يعني كل مثلا الإناء، أما التبخر على السطح فقط. المزيد عن التبخر، يمكن استخدام نموذج
يمكن استخدام نموذج الحركة الجزيئية لتفسير المزيد من الملاحظات المتعلقة على التبخر. نقول تتبخر المادة السائلة بسرعة أكبر عندما تكون درجة حرارتها على نفس ما قد تكون قبل، يعني إذا زدنا درجة حرارة كل ما نزيد درجة حرارة فتتبخر المادة أكثر سائلة. تتبخر المادة السائلة بسرعة أكبر عندما تصبح مساحة سطحها أكبر. يعني شوف خلينا نقول إنه إيش العلاقة بين درجة الحرارة والتبخر؟ علاقة طبيعية نفس ما قلنا قبل. إنزين إيش يعني مساحة سطح أكبر؟ يعني مثلاً نقول مثلاً يجيكم سؤال، هنا إناءين، هذا إناء وهذا إناء نفس كمية الماء، يعني نفس كمية الماء، أيوه، وهنا درجة حرارة وهنا درجة حرارة. من سطح عالي هذا سطح عالي، يعني مساحة سطح أكبر. شوف كيف مساحة سطح كبيرة، يعني مثلا جينا نقيس مساحة سطح كبيرة وهنا مساحة السطح صغيرة، فإذا جينا نغلي يغلي الماء ويتبخر، صح؟ إنزين من اللي يتبخر أكثر، هذا ولا هذا؟ طبعا يتبخر هذا اللي مساحة سطح أكبر كذا، يعني مساحة سطح. فلما تزيد مساحة السطح المادة السائلة تكون إيش؟ أكبر تبخرا. تتبخر المادة السائلة بسرعة أكبر لما يهب تيار هواء فوق سطحها. يعني مثلا أنت تطبخ في البرية، هنا أنت طابخ في المطبخ، هنا المطبخ وهنا في البر. البر طبعا رياح ذيك اليوم، إذا هب الرياح أكثر فوين يتبخر أكثر؟ هنا يتبخر أكثر، هنا يتبخر أقل. ليش؟ لأن الرياح إذا زالت تزيد معدل التبخر. فتلاحظوا يعني إذا خلينا نشوف التفسير، ليش تتبخر المادة لما تكون درجة حرارة أكثر؟ طبعا مهم جدا التفسير في الاختبارات النهائية، يسألوكم ليش تتبخر لما تكون درجة حرارة أعلى؟ إذا زايد عدد جسيمات المادة السائلة التي تتحرك بسرعة أكبر عند درجات الحرارة المرتفعة بما يكفي مغادرتها السطح. يعني مثلا أنت عندك باب، هذاك الباب ينفتح إذا ضغطت بقوة، يعني دفرت بقوة، لكن أنت ما عندك طاقة. من وين تجيك الطاقة؟ إذا أكلت تمر مثلا زاد عندك الطاقة ففتحت الباب بقوة لما زاد عندك الطاقة. نفس الشيء المادة السائلة، جسيمات المادة السائلة، جسيمات المادة السائلة تكتسب طاقة حرارية عالية. لما تكتسب طاقة حرارية عالية يعني تصير عندها طاقة، هذه الطاقة تخليها تغادر سطح الماء. شفتوا كيف؟ إنزين ليش تتبخر المادة السائلة لما تكون أكبر مساحة سطح؟ لما تكون مساحة سطح أكبر تكون كثير من الجسيمات قريبة من السطح فيمكنها المغادرة بسهولة أكبر. نفس ما قلت لكم أن مثلا هنا 1 2 3 4 5 6 جسيمات اللي تغادر السطح من سطح، يعني السطر الأول 6 جسيمات. مثلا هنا كم؟ هنا كم جسيم؟ مثلا نقول 1 2 3 4 مثلا 4 جسيمات فقط. من يكون معدل أكبر؟ طبعا يكون معدل التبخر أكبر هذا، لأن 6 جسيمات اللي تغادر مرة واحدة مع بعض، وهنا 4 جسيمات، فطبعا مساحة السطح أكبر. ليش؟ لأن تكون الكثير من الجسيمات قريبة من السطح، عشان نقول قريبة من السطح فتقدر تغادر بسهولة. تتبخر المادة السائلة لما تهب الرياح، ليش؟ بما أن تيار الهواء هو هواء متحرك، فإن الجسيمات عندما تغادر سطح المادة السائلة يسحبها الهواء المتحرك بعيدا وتتعذر عودتها مرة ثانية إليه. يعني مثلا جسيمات عندها طاقة حرارية عالية تتبخر، لما ما في تيار هواء يمكن أنها تبرد وترجع مرة ثانية، ولكن إذا كان في هواء وتحررت مثلا جسيم مادة واحدة وجاء الهواء وأخذها بعيدا فما ترجع مرة ثانية. فنقول أن الجسيمات تغادر سطح المادة السائلة يسحبها الهواء المتحرك بعيدا وما تقدر تعود مرة أخرى. نشوف هذا، طبعا نشوف هذا السؤال. ينصهر تنغستن عند درجة حرارة أعلى من درجة حرارة انصهار الحديد بكثير، ماذا تقول عن القوى بين ذرات تنغستن مقارنة بالقوى بين ذرات الحديد؟ إنزين إيش الجواب؟ نقول إنه ليش ينصهر التنغستن عند درجة حرارة أعلى، يعني يحتاج أكبر طاقة حرارية من انصهار الحديد. فإيش إيش يدخل قوة الترابط أو التجاذب؟ طبعا قوة التجاذب عند التنغستن يكون أقوى. ليش؟ ذرات التنغستن
ذرات التنغستن تكون أكبر قوة تجاذب. ليش؟ لأن أحتاج إلى حرارة أعلى، أحتاج إلى طاقة حرارية أعلى عشان تتغلب على قوة التجاذب. أما الحديد تكون بين ذراته يعني قوة التجاذب أقل. ليش؟ لأن أحتاج طاقة حرارية أو حرارة أقل عشان تنصهر، عشان تتغلب على قوة التجاذب بينها. يقول السؤال الثاني، تم تسخين مادة صلبة ولم ترتفع درجة حرارتها، ما الذي حدث المادة الصلبة؟ لما نسخن مادة صلبة إيش يصير لها؟ تنصهر طبعا. زين با، أين ذهبت الطاقة الحرارية التي تزولت بها هذه المادة؟ طبعا نحن نفس ما قلنا، مثلا إذا سخننا مادة صلبة تنصهر صح؟ إنزين لما تنصهر هل تتغير درجة حرارتها؟ طلع قلنا لا. ليش؟ لأن طب تم استهلاك هذه الطاقة الحرارية عشان تتغلب على قوة التجاذب، عشان تتحرر هذه الجسيمات. فهمت كيف؟ يعني عشان تتغلب على قوة التجاذب بين الجسيمات، فيعني استهلكوها هذه الطاقة الحرارية عشان تتغلب على قوة التجاذب بين الجسيمات عشان تتشكل مادة السائلة. والحمد لله رب العالمين، انتهى درس اليوم، وأتمنى الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.